ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من مقر المؤتمر في اسطنبول عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر الفرحان. مرحبا بك استاذ عمر. اذا مركز الرافدين للدراسات عقد بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين الدوليين ندوة عن تغييب القسري في العراق، ما اهم الاوراق التي نوقشت في هذه الندوة؟ نعم، تأتي هذه الندوة ضمن حلقة ندوات ومؤتمرات تعقدها المنظمات المحلية ولا سيما يعني من مركز الأسام وغيرها من المراكز المعنية بهذا الشأن لتسلط الضوء وتنبه العالم ككل أن الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات في العراق باتت في خطر أو وباتت في حلقة كبيرة لا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن السكوت عنها من قبل المجتمع الدولي. وكما ذكرتم أن أوراق عديدة ذكرت المآسي التي تعرض لها العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم، ولا سيما يعني ملف المغيبين قصرا وعلى أيدي الجهات الحكومية والميليشيات التابعة لها، وهذه الانتهاكات الخطيرة تأتي في وضع يعني غير استثنائي، حيث أن هذه القوات الحكومية تعمل في سلسلة ممنهجة وحلقة متكاملة من أجل تنفيذ المخططات الدولية والإقليمية في العراق. كيف ينظر المجتمع الدولي أيضا لأزمة المغيبين قسرا في العراق؟ المجتمع الدولي لا يزال قاصرا في إنقاذ المدنيين وفي هذا الملف بالتحديد، حيث أن هناك العديد من المنظمات الدولية باتت يعني عاجزة أمام التسلط ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن حتى تفعل هذا الملف بشكل تام، حيث أن هذا الملف يعني في حد ذاته دون الجرائم الأخرى يعد خطرا على العالم، وهذا ما يفعل البند التابع في مجلس الأمم المتحدة في مجلس الأمن في التابع للأمم المتحدة، وحتى تتدخل الأمم والقوات الدولية في منع هذه الانتهاكات وكبح جماح الحكومة في التصرف بشكل عشوائي وشكل ممنهج في القتل والتدمير والتغييب القسري وغيرها من الملفات التي أصبحت تندى لها جبن الإنسانية في ظل صمت دولي مطلق. في هذا السياق إلى أي مدى يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لملاحقة مرتكبي جريمة الإخفاء القسري من القيادة الأمنية والسياسية؟ نعم، يعني هذه الاتفاقيات الدولية ولا سيما في المادة 31 والمادة 32 من ميثاق الأمم المتحدة وفضلا عن اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1948 حددت الأطر ووثق وقننت المواد بشكل صريح وواضح للجميع، والعراق عام 2010 انضم إلى هذه الاتفاقيات، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق ممكن تفعيلها بصورة قانونية من قبل محكمة جنائية دولية ومن قبل المحكمة أو المحاكم الخاصة في هذا الشأن، فضلا عن أنه المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإمكانه أن يغير مسارات كثيرة في مجال حقوق الإنسان إذا ما اعتمد نظاما دوليا وقانونيا يحمي هؤلاء المدنيين من بطش القوات الحكومية والميليشيات ولا سيما هذه الجرائم تغييب القسر وغيرها من الجرائم. وللأسف يعني بات مجلس حقوق الإنسان وحتى مجلس الأمن أداة طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض رفض قاطعا أن يتحدث أي شخص دولي أو أيا كانت صفته التكلم بالديمقراطية التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن المساس بهذه الحقوق، وهذه الديمقراطية بنيت على الدم وبنيت على وبنيت على كثير من الانتهاكات. أخيرا، هل من حلول أو توصيات خرجت بها الندوة يعني بحلول ممكنة لهذه الأزمة؟ والله هي الحلول يعني قد تكون في يعني إرادة مجتمعية دولية في التخلص من هذه الانتهاكات الخطيرة وكبح جماح الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وتقديمهم إلى المسالة القانونية
و يعني محاكمتهم بطريقة عادلة. نعم. والنقطة الأساس في هذا الشأن هو تغيير العملية السياسية والدستور الذي بات هو السيف المسلط على رقاب المدنيين الذي تتخذه القوات الحكومية والحكومة في تنفيذ خططها ومنهجها التي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في تبعين مخططاتهم في العراق. شكرا جزيلا لك من مقر مؤتمر في اسطنبول، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عمر الفرحان.